اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. هذا صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. نقرا في المدى: العراقيون يستقبلون رمضان باسعار مرتفعه ووباء يشتد. جاء في الزمان: اضراب الاجور اليوميه عن العمل والخريجون يحتجون المطالبه بالتعيين. ونطالع بالقدس العربي الأولى منذ المصالحة الخليجية: أمير قطر يهاتف العاهل السعودي والسيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان. جاء في العربي الجديد: تحالف عراقي انتخابي جديد، أحزاب تواجه التيار المدني. نتصفح في التايمز: سخط من استخدام لعبة فيديو للسخرية من معاناة العراقيين أثناء معركة الفلوجة. ونطالع في نيويورك تايمز: حادث ناتانز يضع إيران أمام توازنات صعبة بين الرد وضبط النفس. وأخيرا وليس آخرا، نقرأ في الجارديان: بينها تونس والعراق، دول تستخدم ثغرات في سياسة فيسبوك للتحرش بمواطنيها وخداعها. أهلا بكم. لحظة انهيار شركاء الغزو الأمريكي للعراق، عنوان مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية: الذين يحكمون نهبوا وقتلوا وشردوا الأبرياء وأشاعوا الظلم وثقافة سرقة المال العام، وساعدوا المحتل الأمريكي ثم الإيراني في تدمير مؤسسات الدولة العراقية من أبشع غزو عسكري شهده العصر. من الطبيعي استناداً إلى تاريخ الشعوب والأمم أن تتم محاكمة مناصري ومشاركي خدم احتلال العراق، لا أن تنقلب المعادلة فيستمرون بالحكم تحت دستور وقوانين الحاكم بول بريمر ومصادقة المرجع السيستاني، ثم تتم عمليات وقحة بتكريم قادة الغزو الأمريكي على أرض بغداد، مثل ما حصل في إهداء إبراهيم الجعفري لدونالد رامسفيلد وزير الغزو سيف ذو الفقار، أو في زيارة نور المالكي لمقبرة القتلى الأمريكان في واشنطن عرفاناً لهم بالجميل، لتستمر حملة الخداع الرخيص المكشوف بالدعوات الحالية لإخراج القوات الأمريكية التي حضرت بدعوة رسمية عراقية عام 2014. إذن تم تدمير مؤسسات الدولة من أبشع غزو عسكري شهده العصر الحديث، حين أعلنت القوات الأمريكية في 9 أبريل 2003 إسقاط النظام في مشهد هوليودي تم فيه إنزال تمثال رئيس النظام السابق صدام حسين بعد تغطيته بالعلم الأمريكي وتسليمه لمستخدمين عراقيين دفعت لهم بالأحرى أجور لسحل التمثال بحماية الدبابات الأمريكية. جاء في التايمز: أثارت لعبة فيديو تستخدم قصصا حقيقية من معركة فلوجة غضب السكان العراقيين الذين اعتبروا أن اللعبة تستغل معاناتهم وتجيرها نحو لعبة تصور البطولة الأمريكية. جاء مشهد المعركة هذه في فيلم دعائي للعبة 6 أيام في الفلوجة، وهي لعبة فيديو يشترك فيها اللاعبون في المعركة، وبناء على قصص حقيقية من معركة الفلوجة عام 2004 وقتل فيها أكثر من 100 جندي أمريكي و800 مدني عراقي و3000 من مقاتلي القاعدة. وبالنسبة لسكان الفلوجة التي أعلق فيها الكثيرون في ساحة المعركة التي دارت لمدة 6 أيام في شوارعهم، فإن اللعبة حولت ذكرياتهم إلى ترفيه واختصرت معاناتهم إلى مجرد إضافة لقصة ركزت على البطولة الأمريكية. وقال الأستاذ الجامعي أبو عمر، الذي كان عمره 22 عاماً عندما فر من المدينة، إن اللعبة لن تجلب سوى السخط من العراقيين، كيف سأحكي لطلابي عن لعبة يسخر فيها الجنود الأمريكيون من قتلنا ولم يستطع الأمريكيون التفريق بين المدنيين والمسلحين وقتلوا أي شخص كان يمشي في الشارع،
وتأخذ اللعبة أحداثها من المعركة الثانية على الفلوجة في تشرين الثاني نوفمبر كانون الأول ديسمبر 2004. وفي تقرير أعدته صوفيا بارباني من المدينة، قالت إن الرقيب البحري الأمريكي عندما دخل زقاقا في الفلوجة ركز على بندقيته لمعرفته أن أي تحرك خطأ قد يكون الأخير له، وعندما تحرك لمنعطف سمع صرخة الله أكبر وانهال الرصاص على جدران حوله، وصرخ الرقيب اخمدوا النار، ثم تلاشت الشاشة وأصبحت سوداء. الإدمان على مادة الميثامفيتامين منتشر في العراق ويدمر الشباب. في تقرير لها وجدت مراسلة صحيفة إنديبندنت بيل ترو من بغداد إلى البصرة أعداد كبيرة من مدمني المخدرات ونظاما يكافح للتعامل مع الحالات هذه، وأشارت إلى انتشار تعاطي مادة الميثامفيتامين. وفي شهادة عن عينة لهؤلاء تقول إن الشاب علي، وهو ليس اسمه الحقيقي طبعا، اكتشف أن هذه المادة باتت تستنفذ كل ما يملك من أموال بعدما حاول بيع أنبوبة الغاز التي سرقها من بيت والديه. وصف مسؤولون صحيون في العراق الوضع بأنه وباء خفي، وحذروا من أنه أصبح خطراً منذ وصول فيروس كورونا. وقال مسؤول الممرضين في مستشفى ابن رشد للطب النفسي ببغداد، أهم مركز تأهيل من الإدمان على المخدرات وسوء استخدام المواد، قاسم الوراش، الميثام فيتامين يدمر دفاعات الجسم ويتسبب بنقص الوزن ويعرض الشخص للإصابة بكل الأمراض بما فيها كوفيد-19. فهذا المخدر الذي اخترع في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف إبقاء الجنود يقظين، يضرب نظام المناعة عند الإنسان ويترك آثاراً جانبية متعددة بما فيها فشل في عمل القلب والكلى وخسارة كبيرة في الوزن. إلا أن المخاطر التي جلبها فيروس كورونا لم تكن حاجزاً لمنع المتعاطين للمخدر. وتضيف الصحيفة أن أعداداً متزايدة من العراقيين بدأوا بتناول مادة الميث للهرب من الواقع المعاش الذي يشهد معدلات عالية من البطالة وانتشار الفساد الذي دمر الاقتصاد وبنى تحتية متداعية في بلد انتقل من نزاع إلى آخر منذ الغزو الأمريكي عام 2003. من العرب الجديد نقرأ: ذو المغيبين العراقيين يرفضون مساومتهم بالتعويض المالي. هناك تقصير وإخفاء حكومي لأعداد المغيبين في العراق ومصيرهم في وقت يجب أن يكون هناك وضوح بالكشف عن عددهم ومصيرهم. رفض ذوي المغيبين العراقيين منحهم مخصصات مالية ضمن الموازنة المالية للعام الحالي إذا كانت تعني تعويضاً لهم عن أبنائهم المفقودين منذ ما يزيد عن 5 سنوات، مطالبين بالكشف عن مصيرهم والجهات التي اختطفتهم، معتبرين أن المخصصات تندرج ضمن محاولات تسويف الملف وإنهاء المطالبة به، وحماية للجهات المتورطة بالخطف من أي مساءلة قانونية. وتضمنت الموازنة المالية التي صوت عليها البرلمان العراقي أخيراً مخصصات الشهداء لذوي المغيبين في العراق في وقت لم يحدد فيه مصير واضح للمغيبين، الأمر الذي أثار حفيظة ذويهم الذين يطالبون بالكشف عن مصيرهم. وشهد العراق خلال سنوات الحرب على تنظيم داعش أعمال خطف طاولت الآلاف من أبناء عدد من المحافظات منها الأنبار وصلاح الدين والموصل وبغداد وديالى وكركوك وشمال بابل كذلك، بدوافع طبعا سياسية وطائفية، بينما تحدث سياسيون عن تورط فصائل مسلحة بعمليات الخطف والتغيير. جاء في نيويورك تايمز:
أشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير تناولت فيه منطقة الأهوار الواقعة جنوب العراق أنها تواجه خطر الجفاف من حين لآخر لأسباب عدة. أوضحت الصحيفة أن المسطحات المائية الواقعة بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية للعراق تمثل واحة في وسط الصحراء، لكنها تواجه خطر الجفاف، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تضم مدن أور وأوروك وإيريدو السومرية القديمة التي أنشئت في بلاد ما بين النهرين بين الألفيتين الرابعة والثالثة قبل الميلاد على ضفاف نهري دجلة والفرات. ولفتت إلى أن الأهوار هي موطن لشعب يسمى المعدان، المعروف أيضاً باسم عرب الأهوار، الذين يعيشون في عمق المناطق الرطبة ويعملون في تربية الجاموس في أماكن معزولة، ولا يمكن الوصول إلى معظمها إلا عن طريق القوارب. وتابعت: يعيش آخرون في مدن صغيرة على ضفاف نهري دجلة أو الفرات التي تغذي الأهوار، لكن العديد من سكان المعدن غادروها قبل عقود عندما دمرتها الحرب والمجاعة والقمع. وشددت الصحيفة على أنه إذا جفت الأهوار المستنزفة مرة أخرى فقد لا يكون أمام شعب المعدن خيار سوى المغادرة والابتعاد عن منطقة مسالمة في أرض مضطربة أصلا بحسب وصفها. أقرأ في عربي 21: استراتيجية الاحتلال تجاه حماس في الضفة الغربية. مقال للكاتبة ساري عرابي، نشره موقع عربي 21. يفترض أنه كاتب كما أعتقد، ساري عرابي، نشره موقع عربي 21. تجربة التأثير في السلطة من داخلها ونسج تقارب وطني على أرضية السلطة التي أسستها حركة فتح. بدأتها حركة حماس في انتخابات العام 2006 بيد أن تلك التجربة تعرضت لحصار فوري ومباشر متعدد الحلقات ابتداء من حركة فتح التي هي العمود الفقري لجهاز السلطة بشقيه المدني والأمني، ومن ثم لم تكن السلطة جاهزا إطلاقا، ولم تكن السلطة جهازا بالأحرى جهازا محايدا يتقبل إدارة جديدة، ولا حركة فتح كانت في وارد التخلي عن مكتسبها السلطوي أو التخلي عن صدارة تمثيل الفلسطينيين القوة الأكثر جدية وقدرة في منافستها. إن تجربة قطاع غزة على ما تعانيه تدفع الاحتلال لمنع تطوير أي حالة وطنية تتسم بالوعي والمثابرة في الضفة، ولو في أطر المقاومة الشعبية والتعبئة الوطنية. بمعنى يسعى الاحتلال لضمان استمرار التفكك وفرض الاستنزاف على ساحة الضفة حتى لا تتحول ولو في حدود دنيا إلى بيئة مستقرة من النضال المرهق للاحتلال. وهنا تتحفز ذاكرة الاحتلال القريبة تجاه انتفاضة الأقصى التي مثلت أكبر حالات النضال الملحمي المتحدي لجميع مؤسسات دولة الاحتلال وبناها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وفي حين كانت الضفة الأكثر قدرة بحكم التداخل مع الاحتلال على إيذائه، كانت غزة الأكثر قدرة على المراكمة لاختلاف رؤية الاحتلال لكلا الجغرافيتين. فكيف لو اجتمع الاستقرار النسبي مع التداخل في إعادة تشكيل بنى المقاومة؟ الكاتب ساري عرابي يقول: حضر الاحتلال بكثافة في الانتخابات التي تجري في ظل هيمنته الأمنية والعسكرية المطلقة، وبطبيعة الحال فإن هذه المعضلة لم تنشأ مع هذه الانتخابات أو أمس، وإنما هي مع تأسيس السلطة، فهي ملازمة تماما لها وشارطة لوجودها، مما يجعل الأسئلة المطروحة على جميع القوى الفلسطينية الآن ثقيلة جدا. عج سوق الشورجة الشعبي الشهير وسط العاصمة العراقية بغداد بالراغبين في شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك وسط إهمال واضح للتدابير الوقاية من فيروس كورونا. ففي ظل إقبال كثيف على السوق رصدت الكاميرا
قلة قليلة من الناس وهم يرتدون الكمامات الواقية من الفيروس الخطير، رغم أن السلطات تفرض غرامة مالية بحق من لا يرتديها، وتزايد وتيرة الإصابات بالفيروس في العراق خلال الأسابيع الأخيرة لتسجل أرقام قياسية بمعدل إصابات يومية خلال الأيام القليلة الماضية يتجاوز 6000 إصابة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.